مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ أنا حسام من سوريا، من مدينة حمص، من منطقة اسمها وادي النصارى، وهي المنطقة فيها تقريباً 40 ضيعة. أنا من ضيعة هنيك اسمها رباح. رباح تشتهر بهذا الزي اللي أنا حبيت أطلع عليه فيكن، ومنطقتي مشهورة بصناعة المشروبات الكحولية، ومن أهمها العرق المخلوط باليانسون الشامي المشهور برائحته الفواحة وطعمته الطيبة وبياضه الناصع. وكل أبناء المنطقة بيحبوا يشربوا العرق القوي، وفي منهم بيحبوا الويسكي، وأنا بصراحة بحب الاثنين لأنه ما بيعبي لي راسي إلا الكحول القوي، وخصوصا لما بتكون معه مقبلات سورية شرقية مثل الحمص، التبولي، الفتوش، المحمرة وغيرها كتير أصناف. ولما أجيت من سوريا لكردستان بالعراق جربت كتير أنواع عرق، بس لما جربت عرق كولوناري الأحمر بصراحة عرق قوي وطيب كتير، ولفت لي انتباهي من ريحته وبياضه الناصع قبل ما اشرب اول شف، وحسيت اني شاربه من زمان. ولما سألته وتقصيت انه ليش هالعرق طيب كتير، فقالوا لي انه اليانسون المخلوط فيه هو يانسون شامي، هو افخر انواع اليانسون بالعالم، وهي المعلومة بعرفها من وقت اللي كنت بسوريا وبصراحة بفتخر فيها كتير. وزاد شغفي ومحبتي بعرق جولناري الاحمر لما عرفت انه بيتصنع بمعمل اسمه جولنار بالسليمانية، وهذا المعمل بيستخدم اليانسون الشامي لصناعة العرق. وبصراحة صرت افتخر انه في شيء من بلدي سوريا عم يستخدموه بكردستان لصناعة العرق، ويلي بيحسسك انه انت بين اهلك وناسك وبذكرك بمنطقتك بسوريا. لهيك حبيت انقلكن تجربتي مع عرق جولناري الاحمر، وبتمنى من كل السوريين الموجودين بكردستان العراق يجربوا هذا العرق لانه عرق قوي وطيب كتير. وفي معلومة اخيرة حابب لكم اياها عن عرق جولناري الاحمر، انه هذا العرق بيقطروه بأفضل أنواع المقطرات النحاسية، وبيخلطوا معه أفضل الأعشاب واليانسون الشامي الأصلي، غير بقية أنواع العرق بالعراق اللي بيخلطوا معه الكحول الصناعي وزيت اليانسون، وهذا الشيء مضر بصحتكم وما بنصحكم فيه. جربوه وما رح تندموا. بصحتكم.